نظم المعهد التقني للزراعة الواسعة يوم 20 مارس ملتقى جهويا لمنطقة الغرب بقاعة المحاضرات الكبرى لولاية سيدي بلعباس حول تنمية الزراعة الواسعة، حيث حضر الملتقى ممثلي المؤسسات الناشطة في القطاع، باحثين وأساتذة جامعيين، فلاحين، ممثلي المجالس المهنية، إضافة إلى الجمعيات والشركات التجارية وإعلاميين. بعد الافتتاح الذي أشرف السيد أحمد عبد الحفيظ ساسي والي الولاية والأمينة العامة للمعهد، توالت مداخلات الإطارات المركزية وإطارات مزارع التجارب وإنتاج البذور لمنطقة الغرب التابعة للمعهد حول إنجازات وأفاق المعهد الخاصة باستنباط الأصناف والتقنيات الزراعية، وكذا الإرشاد في مجال المحاصيل قول الاستراتيجية. تلتها نقاشات وتبادل للآراء والخبرات ليتم الإجماع على أهمية المعهد وضرورة دعم المعهد بالإمكانيات والوسائل اللازمة لمواصلة تأدية مهامه الاستراتيجية في الميدان. وللإشارة سيتم في غضون هذا الشهر تنظيم ملتقى آخر لمنطقة الوسط بالعاصمة. التغطية للزميل هشمي الحسن وعباس فرحات. اتصال بالمعهد التقني للزراعة الواسعة. المعهد ينظم هذا الملتقى الجهوي حول تنمية الزراعة الواسعة، وهو ثاني ملتقى بعد الملتقى الجهوي الخاص بمنطقة الشرق الذي تم بقسنطينة يوم 5 مارس. الهدف من هذا الملتقى وهو التقرب أكثر من مختلف الفاعلين والشركاء في هذه الشعبة الاستراتيجية، بهدف يعني تبادل الخبرات والتفاعل والتواصل للوقوف على ما تم إنجازه وتحقيقه في الميدان في هذه الشعبة الاستراتيجية من حبوب، بقوليات غذائية وكذا أعلاف، والتوجه نحو آفاق واعدة كما قلنا يعني رفقة مختلف الشركاء لا سيما الفلاحين في الميدان. لا يخفى عليكم أن المعهد التقني للزراعة الواسعة هو المستنبط الوحيد للأصناف على مستوى الجزائر، وهو يلبي احتياجاتها من البذور سنويا منذ 1995.